سيدات وسادة، نتعرف على بروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف لعقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات. التفاصيل في تقرير الزميلة إيمان حسن. بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف عقد عدد من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بأوقاف الأقصر في اللغة العربية والإعلام بهدف صقل مهارات اللغة والتواصل بين الأئمة ورواد المساجد. احنا عملنا بروتوكولين مع وزارة الأوقاف. البروتوكول الأول اللي هو عمل دورات تدريبية للأئمة والواعظات. الدورات دي بتشمل اللي هو يعني دورات في اللغة العربية والإعلام وعلم النفس. عملنا بروتوكول تاني اللي هو الدراسات العليا اللي هو الماجستير والدكتوراه، بيسمح ليهم ان هم يسجلوا الماجستير والدكتوراه. في الماجستير والدكتوراه الوزارة هتتكلف او هتساهم ب 50% واحنا هنساهم ب 50%، وبالتالي هنا اللي هيجي منهم مش هيدفع خالص، لانه 50% علينا و50% على وزارة الاوقاف. ده بالنسبة للدراسات العليا. الدورات طبعا هي شغالة حاليا، واحنا عاملين بنعمل لهم دورات في اللي هو النحو والبلاغة، وبعدين برضه موضوع الاعلام مهم جدا، ازاي الواعظ او الامام يوصل الخطبة بتاعته بطريقة اعلامية بالنسبة للمجتمع. احنا عملنا مع وزارة القوى العاملة، وعملنا مع وزارة الشباب، ودي مع وزارة الاوقاف. وانا بصراحة بقى اسمن هذه المبادرة وهذا البروتوكول، لانه هو بيصب برضه في اللي هو المستمع اللي هو اللي بيصلي، ووجود الامام. لما يكون الامام عنده دورات وعنده دراية بكل ما هو موجود، بيكون مردوده ايجابي بالنسبة للمصلي. هذا البرنامج ان شاء الله، ربما ان شاء الله، وهو الهدف يساعد في تحديث الخطاب الديني الذي تدور حوله الحكايات او الاحاديث في الفترة الحالية. طبعا احنا دائما نحدثهم كيف، او انا ادرس البلاغة او اعطيهم الدورات في البلاغة، والبلاغة الحديثة هي بلاغة تواصلية، فاتحدث معهم كيف تتواصل مع المتلقي، وكيف تتحدث بطريقة لكل مقام مقال، وتراعي حال المتلقين فتحدثهم بما يفهمونه وبما لا يشوش أفكارهم، وتحدثهم على درجاتهم، بمعنى أنه حديث إلى المتعلمين غير الحديث إلى المساجد التي في الأرياف وفي هذه الأمور. فلذلك ربما يؤثر كثيرا هذا البرنامج إن شاء الله في تحديث الخطاب الديني، والشيوخ واضح أنهم يعني متفاعلين معنا تفاعلا كبيرا، وخصوصا انهم طبقة رائعة من المثقفين، ونحن نحترمهم ونضعهم فوق رؤوسنا، فلذلك التفاعل منهم نشط جدا، وهم يدركون كل الذي نتحدث فيه. فلذلك سوف تؤتي الدورة هذه ثمارها ان شاء الله للجامعة ولوزارة الاوقاف. توقيع بروتوكولات تعاون جامعة الاقصر مع عدد من الجهات المختلفة بالمحافظة يأتي تفعيلا لدور الجامعة في مجال خدمة المجتمع. من جامعة الاقصر، إيمان حسن.